نقول لكم علاش المحامي مقصود والمحامية مقصودة. نجيو لدور النيابة العامة. حقرت في المولي واجب مؤسسة كباقي المؤسسات، تكلموا عليه لأنه مشروع إيجابي والدستور كاين فيه، وحنا ولاد هاد البلاد من حقنا نناقشوا، هذا مستقبلنا ومستقبل أبنائنا. خصنا نتكلموا بوضوح، خصنا نتكلموا بوضوح وبجرأة وبشفافية. سبب واحد هو أننا نتحمل مسؤولية تاريخية تجاه أبنائنا وبناتنا وتجاه مغربنا، كنتحملوها دابا وغدا هنا وأمام الله. ونقولوا علاش بمعنى اليوم، وغادي نرشر ليها زميلي وأخي وأستاذي الكبير، أن اليوم حجية الأمر المقدبي وحجية الشيء المقدبي ما بقات عندها معنى، ما بقى عندها قيمة. تيمكن أنه النيابة العامة طعن بالتصريح بالبطلان في أي وقت شاءت بدون أجل. فين هو الأمن القضائي وفين هو الأمن القانوني؟ واحد، جوج، ملي كنجي وكنعطي في النص، ملي كنعطي بأنه النيابة العامة من حق عندما يكون سب أو قذف الجلسات تجاه القضاء أو سب قذف، وأنه القاضي يحرر محضر بذلك ويحيله على كل من النقيب وكل الوكيل العام. ولاش النقيب؟ ولاش حيدوه وخليوا الوكيل العام؟ علاش؟ إلا كنتو غديرهم ليا بجوج بدقة تصيفطهم ليا أنا وياه، علاش؟ علاش؟ علاش إلا كنتي غتصيفطهم ليا أنا وياه بدقة؟ وتولي نفس السلطة انطلاقا من المنطلق، هي اللي عندي هي اللي عنده، بلاش تصرفوا معاهم، تصرفوا معنا، واجي وتحملوا معنا المسؤولية أو وترشوا. النقيب ما عنده لا إبروج ولا إبلو، النقيب متطوع، متطوع بإيمان وبقناعة وبوضوح وبجرأة وبشجاعة، هذا هو النقيب. كنصورها هكا التكتيف ديال القيم اللي عشنا كنشوفوها. أعضاء المجلس متطوعين، ولكن متطوعين من أجل المينا ومرتبطين بها، ما كنخلصوهم، ما كان كيخليو مكاتبهم وكيجيو تيديروهم افتخار ومعجزين وما ينعسوش كاع. واللي بغى يعرف يشوف الإحصائيات ديال إذا شنو إلا كنت غادي ترسل مباشرة للوكيل العام. نحترم القضاء ونخضع له، بمعنى أنه النيابة العامة من حقها أنها تدير الطعون إلا كانت القرارات غير ملائمة وغير صائبة، والطعن والقضاء بيناتنا. وإلا أخطأ النقيب ولا أخطأ المجلس راه كاين القضاء، ولكن باش في نفس الوقت في نفس اليوم تصوروا محامي غادي يعيطوا لي بجوج، أنا عيط لي أنا في العشرة وعيط لي الوكيل العام في العشرة، خصو يوقف بيناتنا يمشي لشي كولوار طلعوا عليه نص الرجمة أنا وياه. ماشي أو كون غادروا ديك أو هو بجوج، شنو المهنة؟ ربما يكون عندها مهنة يقولوا حنا ما كنتحملوش مسؤوليتنا ونتركوا كذا وإلى آخره، هذا موضوع آخر، وهذا كله ينشع لك بوالته، كله يتحمل مسؤوليته في نقابته وفي يده، واللي فرط يكرر. ونطفو البيوت ديالنا لانه ثابت ما هو خاوي منا، ثابت ما خاوي منا من شويه ديالنا. اذا اللي كيثير هو ان علاش العنوان زوين، لانه الذي نحتكم اليه والذي نستحضره هو الدستور. كنستحضروا الدستور وكنستحضروا خطابات ديال جلال المات اللي كغد مضمار يمكن نتكلم عليها، وكنستحضروا ايضا تاريخ المحاماه، تاريخ المحامين وادبياتهم. حنا ماشي جينا من فراغ وماشي جزيره معزوله، حنا ولاد هاد البلاد هذه، وساهمنا في تطوير المؤسسات وفخورين بزملائنا وزميلاتنا اللي عطاو لهاد المهنه وعطاو لهاد البلاد في بناء ما نحن عليه اليوم. مزيان ملي كنتكلموا سمحوا لي انا قصدت لانني بين المحامين
قصدت انني نمشي نخاف اننا نطبعوا مع الاستسلام ونعتبروا شيء قضاء. لا مشي انا بعيد نقول المشروع المسطره المدنيه تصدق عليه به اللاتي واش سالت القصيده زعما انتهى الموضوع فشلنا واستسلمنا وجلسنا بالعكس حنا مولفين بقدر ما كان حلمو بقدر ما كان ناضو بقدر ما كان حلمو بقدر ما كان فعلو في الميدان وبقدر ما كان احتربو الاخر بقدر ما قادرين نواجهه هذا هو حنا مشروع قانون المسطرة المدنية اللي داز بهذا الشكل هذا بهذا الشكل اللي كاين اليوم الى داز بهذا الشكل بمعنى اننا نوع من الافلاس السياسي نوع من الردة السياسية وانا اشد على باش لانني عارف بأننا اتكلم قدام زملاء وزميلات وكن لهم الاحترام والتقدير نقباءكم ومجالسكم على مستوى الجمعية دايرين مجهود كبير وصابرين بزاف وكيتفاوضوا وكيخلعوا وكيجتهدوا في حدود المتاح ولكن راه كاين عاود كاين آلاف المحامين نعتزوا بهم ونعتزوا بإرادتهم ونعتزوا بمواقفهم هم احتياطيون هم احتياطيو الدفاع عن الميناء والمؤسسات المهنيه احترام المؤسسات المهنيه حنا كنطلبوا من زملائنا احترموا المؤسسات المهنيه واحترموا نقباءهم كنطلبوا منهم بقوه كنطلبوا منهم انهم يحترموا المؤسسات وهذا واجب عليهم واجب علينا ولكن ما نرضاوش بنفسنا عاوتاني اننا نلوم المحامين على قضايا الحارقه في هذا الوطن وفي المتعلقه بالعداله هاد التوليفه وهاد التركيبه هي الاشكال اللي خصنا نعالجو بنضج السؤال ديال الدستور كيبقى مطروح ومن النظام العام في ثقافتنا وفكرنا استمعينا اطلت وشكرا لكم